اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين إزيكوا حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة جدا جدا الكيلو منها مية جنيه ومش هنشتريها تاني من برة بعد الفيديو ده الشاطره بقى هي اللي هتعمل كل حاجتها في البيت وانا متاكده انك هتعمليها بعد الفيديو ده بمكونات موجوده في كل بيت وبدون فرن طعمها تحفه جدا جدا شايفين بقى المولتو بتاعنا مورق ازاي والشوكولاته سايحه جواه فعلا هتاكلوا صوابعكم وراه والله وهتفرحي ولادك بيه لو أول مرة تشوفوني أنا الشيف ماجي ويسعدني اشتركوا في قناتي ولايك على الفيديو ده علشان يوصلكوا كل جديد ويلا بينا نحضر المولتو الخطير ده مع بعض. في طبق عميق هنزل فيه بكوباية من الزبادي ونفس الكوباية هحط فيها تيق دلوقتي انا حطيت كوباية بس من الدقيق ولسه في نص كوباية هستخدمها بعدين بعد كده هننزل بمعلقتين كبار من اللبن البودرة هننزل عليهم بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر اخر حاجة رشة صغيرة من الملح مفيش بقى اسهل ولا احلى ولا اسرع من كده هنبتدي نعجن على طول بايدينا لا حنضيف لا حليب ولا ميه ولا حاجه ولازم حبايبي العجينه تلزق معاكو كده بتكون العجينه ناجحه بعد كده بننزل بنص كوبايه الدقيق اللي فاضله عندنا ودي العجينة بعد ما اتعجنت حطيتها في طبق نظيف وحسبها ترتاح لمدة نص ساعة وعلشان تكونوا عارفين حبايبي دي ما فيهاش خميرة لكن فيها بيكنج باودر هنغطيها بقى دلوقتي وهنسيبها لمدة نص ساعة تعالوا بقى حبايبي نشوف الحشوة بتاعتنا ودي طبعا راجعة ليكوا عاوزة تحشيها جبنة ماشي عاوزة تحشيها شوكولاته ماشي احنا طبعا عارفين ان المولتو بيكون محشي شوكولاته فجبت قالب شوكولاته اي نوع انت بتحبيه وبتفضليه ادي وهقطعه زي ما انا هوريكي دلوقتي طبعا هقطع الشوكولاته قطع صغيره على قد حجم المولتو الصغير اللي هنعمله قطع صغيره كده زي ما انتوا شايفين هنركن بقى الشوكولاته على جنب وتعالوا نشوف عجينه الكرواسون مع بعض بعد مرور نص ساعه حبايب قلبي هرش بقى دقيق كده على السطح اللي هفرد عليه العجينه بعد ما حطيت العجينه زي ما انتم شايفين هديها كده رشه خفيفه من الدقيق ما طبعا الدقيق على الوش رشه خفيفه كده بسيطه بعد كده بالنشابه هبتدي افرد العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بعد ما فردت العجينه بتاعتي زي ما أنتوا شايفين كده هبدا اقطعها مثلثات كده صغيره زي ما انتم شايفين حبايبي بس لازم تستخدموا سكينه حاميه علشان تتقطع معاكم على طول بعد ما قطعنا الكرواسون هنبتدي بقى دلوقتي هنقفله بقى مع بعض وشوفي بقى هنقفله ازاي، خلي بالك خطوة بخطوة هتحطي قطعة الشوكولاتة كده ونقفل الجوانب ونروح بعد كده إيه ضمي الجنبين كده مع بعض وروحي كده مقفلاها قفليها كويس علشان ما تسحش معايا وانا بقليها لازم تقفليها كويس شايفين بقى بعد لما قفلتها شايفين بقى المولتو الصغنن بقى الجميل ده عامل ازاي اهم حاجه قطعه الشوكولاته تكون صغيره وده المولتو الجميل بعد ما شكلناه تعالوا بقى ندخل على الخطوة الأخيرة في طاسة فيها زيت غزير يسخن معايا بعد كده أخلي النار أقل من الوسط بعد كده أبدأ أنزل المولتو الخطير بتاعي كل شوية أقلب فيه زي ما انتوا شايفين كده علشان المولتو كله ياخد اللون الذهبي الجميل زي ما انتم شايفين كده حبايبي الكرواسون خد اللون الذهبي الجميل معانا هجهز بقى مصفى وابتدي اطلع الكرواسون اللي هو المولتو الجميل بتاعنا ما شاء الله شايفين بقى الجمال ما تنسونيش بقى باللايك الجميل بتاعكم ده يستاهل بقى منكم اجمل لايك هنبتدي بقى نصفيه في المصفى وده المولتو الخطير بعد ما خلصناه شايفين بقى الجمال تخيلوا لو كنتوا اشتريتوه من بره كنتوا دفعتوا كام في الكمية دي الكيس فيه خمس وحدات مولتو بسبعة جنيه ولادك والله هيتخانقوا عليه من جماله تعالوا بقى نفتح مع بعض واحدة ونشوفها من جوه شايفين بقى التوريقة العسل ديت شايفين الشوكولاتة الخطيرة دي ولا الطعم مش هقولكوا عليه لما تجربوا بنفسكوا هتدعولي والله مولتو سريع ولذيذ وما خدش مننا اي وقت بدون خميرة او بيض او حليب او حتى فرن يلا اللي عجبه بقى المولتو الخطير ده يحطلي اجمل لايك هستنى رأيكم لما تجربوا الوصفة الجميلة دي وحسب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف بحبكم في الله وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله